برك الله بلافاس تاع الرخص وجاي بلافاس تاع الطحين، لانه ان بي ريش كيما لالجيري وي لو توريزم بو اتر اون اندستري، صح ماشي اون اندستري تاع الطحين كيما في المغرب وتونس دول اخرين. يا دوتر فورم دو توريزم كولتورال هيستوريك ان توريزم دافير، صح ماشي لو توريزم نتاع المغرب ونتاع تونس نعتمدوا حنايا. وين الجزائريه والجزائري يوليو لعبه في التوريست اللي جاي يجيب 200 اورو ويكريبي ويدير سيجور 600 اورو ويدير واش بغا في الدار. ها ورانا واصلين، وخليهم صحاب سلميتنا اقوى من رصاصهم البهالين هادو. حنا اون ان ديسكور كي كلير، حنا لو كريو اي لايتي كريي على واحد بور كريي اون يونيون اي اون اكسيون، اون اكسيون ريال ماشي تظاهرات بابا كول تاع البنادر والزرناجيه، اون اكسيون ريال. حنا ما يهمناش 10 ملايين برا تندد، يهمونا دي جروب اللي يقولوا طوطال قلعي ولا نقلعوا لك المصالح نتاعك، يهمونا دي جروب اللي يقولوا شلون بارجي قلع ولا نقلعوا لك مصالحك، يهمونا دي جروب يقولوا البيك ما تدخلش والفاسي قلع ولا نقلعوا لك مصالحك، كونجال قلع ولا نقلعوا لك مصالحك. هاو شي يهمنا حنا الناس لي زوم لي براف كي ريالمون بروتيج لالجيري. تجي شركه اجنبيه باش تربح 1 دولار وانا نخسر 10 دولار، لا لا غانيون غانيون، ربح ربح ولا نخسروا كاع. وبركاونا من سلميه سلميه هذه ولات لغز الجبن والهوان والذل والمسكانه. بيان سور الابواق اللي يرددوا فيها ما يخدموش الجزائر، يخدموا المصالح السياسويه نتاعهم، يحوسوا يديهم مناصب في البرلمان ونسميهم التيارات الاسلاميه والحزيبات وكسترا، كل واحد يحوس على البرمه نتاعو كيفاش يعمرها على حساب الشعب الجزائري، باسكو ما عندهمش لغه الصراحه، ما عندهمش لغه الحق ولغه الصواب، عندهم لغه الكذب والشعوذه ولا بقى. يقول لك اخي هو يكره الرب نتاعك ما يشمكش، اخونا واخينا ما كاش، نكرهك نكرهك نحبك نحبك. عمرها لا كانت سياسه دون ممثلين، عمرها لا كانت، وين شفتوها انتوما؟ كون جاو كاين ممثلين يقعد طابو في الحبس، يقعد بومالا في الحبس، ما يقعدوش مالا طابو بومالا وغديري يرشيوهم في الحبس. تعرفوا علاه؟ باسكو نفس الناس هادو قالوا حنا ما نمثلوش الحراك، دونك الحراك يعلق التصاور تاعهم صح ما يدافعش عليهم لانهم ما يمثلوش، وهما قالوا الحراك ما تخرجش ممثلين، يعني قطعوا له راسه هما بعد، يعني هما الخطاب السياسي نتاعهم بعد كان خدعه واكذوبه. في كلتا الحالتين، لا كان بار اليورانس لازم يتعلموا، ولا كان خبط الشعب لازم يرفضهم. ما عنديش على واش انا نلبس بيكو، ما باش نكرههم بكر انا دوكا لاباس، نكره الناس كل. سيبوز سي بار اليورانس، إلي جامي تخوطار. يفو كي سيليكتيفي، واش خلاو وراهم كي راحوا للحبس؟ مونديلا 23 سنة حبس ولا 26 سنة، خلا وراها أنا باري لا فرنسي، ماركحش ومسكتش، واش خلا طابو وراه؟ خلا عبارات، ما تخرجوش ممثلين، حتى نتنحاو كاع، هاك في الحبس شكون يدافع عليك؟ شكون يخرجك وأنت مظلوم؟ بوما راه ما نهضرش عليه موش راجل سياسي، سي أن بلوغور أن جورناليست، أن ليبر بونسور، غديري أن أون بوليتيك أن أونسيان جينيرال كي أكري أن بارتي. qui s'est présenté aux élections. Je connais ta faille. Je connais ta faille. Un président trafiquant de logements serrés, beno trafiquant de cocaïne, narcoterrorisme, de niam kharpta, واحد الفوضى. شكون دار هادي بكل؟ اللي كملوا فيه سلميات ونا اقوى من رصاصهم، هو رصاصهم ما كانش وانت قلت في السلميه نتاعك. انفخ البالونات نتكره، والله لا بالهم بيك. Il y a une question de Izem Kabib, il vous dit, c'est Drahmani, elle a tara anna al-sha'b tamma tahrikihi min taraf jinah tabi' lil quwwa al-kharijiyya
أقصد أمريكا، من أجل التخلص من كل جنرالات فرنسا، حيث لم يسبق في التاريخ الجزائري تساقط الجنرالات. ألا ترى أن هناك قوة خلف سقوطهم؟ يعني حسب رأيك أستاذ، يعني تنحاو جنرالات فرنسا وجاو جنرالات الأمريكان؟ ما كان والو، تنحات خردة قديمة راح تموت، جابوا خردة قل منها شوية بالعمر تحوس تحكم بلاصتها باش تكمل الخرد. وفات ما خرجناش من الزوبيا، راهي نفس الزوبيا نفس النيوكولونياليزم، وعمرها على أمريكا تغلب الاستعمار الفرنسي في الجزائر. أمريكا ما عندهاش نفوذ في إفريقيا، أمريكا عندها نفوذ في أوروبا، عندها نفوذ دو بارلوتو، عندها تقدر تضغط على فرنسا، ما تقدرش تدخل في المستعمرات الفرنسية ولا المستعمرات الفرنسية القديمة، لأنها رجعت من مستعمرات بصفة هارد إلى مستعمرات بصفة نوعا ما صوفت، يعني النيوكولونياليزم. ما كانش منها، وجنرالات تشوف فيهم هذو بكل خضراك وكاع شعر، واحد فيهم ما يوزن حاجة، الشعب خايف باطل. وانا نسمع في الابواق واحد يقول لهم هذا واسيني وهذا بو عزه وهذا جنسي باكوا وهذا دار لهذا، مسلسل تركي حريم السلطان. يودي فكونا، الحقيقه واضحه، كاين نظام باين، شعب البرة خماش في البوفوار معناه متشرعيه، يتنظم الشعب ويدير تشكيل سياسي ويلونسي المقاومه تاعو سيتو. ما كانش بالقيطاره والله ما توصل الحاجه، طيروا حوسوا عليها من الاخر، نجيبوها لكم طاي طاي بالعقاله والله ما توصلوا لحاجه، والله اني عفسكم بالصبه ديجا يسون طونطران دلافير. رئيس حكومه يقول لهم عندنا 10 مليار دولار دو ديفيسيت في البيدجي، وواحد يقول لهم ما عندناش باش نشريو الدواء، ومينيستر تاع الكوميرس يتبع في الشكاره تاع الحليب، وواحد السرق قايم والشعب يتفرج. خرج غني كل يوم كما قال الشاعر اللي كان شفيت على البيت مليح، زهير بن ابي سلمى، ومن لم يدد عن حوضه بسلاحه ما عرفش تنكملها ما ياكله، والله اللي ما يضربش بيده على مصالحه قسما بالله غادي يتعفس ويتكل سيتو. هاي الحقيقه، ها الوضع، ونقولها بالمثال الشعبي، انا ما نقول لك وانت ما يخفاك، العصا في يدك والحياه بحداك، سي ا توا دو ديفوند. C'est pas une question, mais c'est une suggestion. Malik Verzan, il vous dit, c'est des moutons, il faut des leaderships, des guides structurés pour donner une feuille de route à suivre. Il faut attaquer de suite avec des actions ciblées. Exactement. Il n'y a pas d'autre solution. Ma cage, qui a donné d'âme, mais il se marche le chef, c'est le Mokawama. Ou le Mokawama, c'est la Saoudia.